كرسي الحكام على إفام. كرسي الحكام، نص عماد بن حميدة، موسيقى محمد أمين مرابط. كما سمعتوا في الحلقات اللي فاتت، الصراع كان على أشد في الإيالة التونسية منذ تأسيسها على يدين حسين بن علي، اللي بطبيعة الحال مصيره كان القتل. وتواصل هالصراع هذا من بعد وزاد قوى، وخاصة في أيامات حمودة باشا أقوى ملوك الدولة الحسينية، اللي كيف كيف تم قتله في ظروف غامضة، يا سموه في القهوة وإلا سموه له الشيشة متاعه. نفس الشيء صار أخوه عثمان، وتم قتله هو وولاده الاثنين، وكمل خلط عليهم الوزير الأكبر يوسف صاحب الطابع اللي تم قتله بطريقة شنيعة جدا. ولهنا نخليكم تسمعوا الظروف والجزئيات متاع قتلان. الجزئيات متاع الواقعة ذهبت مع ريح التاريخ كما يقولوا، لكن ابن أبي الذياف اللي هو المصدر التاريخي الوحيد للفترة هذيك يقول أنه قبل ما يوصل صاحب الطابع الباب بيت الباشا، كاحل العيون اللي كانوا راه استفزوا وسبوا. يوسف صاحب الطابع اتلفت له وفهموا قدره وعرفوا هو شكون. كاحل العيون وقتها جبد خنجر وضرب به يوسف على قوة جهده. يوسف صاحب الطابع تلوى بالوجع، وهو مازال يتلوى بالوجايع وحاطط يده على الجرح، ويخرج له عبد الله الجندوبي اللي كان متدرق في مدخل بيت الباشا، ومن حين ورشق فيه السيف متاعه تحت صدره بالضبط. يوسف صاحب الطابع طاح وقع على ركايبه وقال: يا أهل بدر. شهد وهو يلقف نفس تلقيف، ومن بعد خرج آخر نفس وتكب فيها كالبهو اللي قدام بيت الباشا وغرق في الركراكة متاع دمه. لهنا يلزمكم تعرفوا أنه كلمة أهل بدر اللي قالها يوسف صاحب الطابع هي نوع من الابتهال أو الدعاء، وكأنه يطلب في ربي باش يلتحق بأهل بدر اللي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمقصود من هذا أنه أهل بدر كلهم في الجنة. الأحداث بعد هالاغتيال متاع يوسف صاحب الطابع باش تتسارع، والمصادر شحيحة في سرد اللي صار من موت صاحب الطابع، حتى على الأطوار متاع رميان الجثة متاعه في الحلفوين ما بين الجامعة متاعه والسبالة. وهذا اللي يقوله ابن أبي الذياف اللي ما يذكرش الأحداث اللي جات بعد مقتل أبو المحاسن يوسف صاحب الطابع، وحكى على أبوه كيفاش مشاله وقتها محمد توشان لي باشحان بطرك، اجبد سيفه وحب يقصله راسه، لكن بزهر الحاج بالذياف والمؤرخ متاعنا العربي زروق جاهم يجري وأمرهم باش ما يقتلوش، مش اسخف عليه، أما يعرف أنه صاحب الطابع كان مأمنه على برشا أسرار. قال لهم: إن مات هذا الآن ضاعت أموال صاحب الطابع لأنه العالم بزمامه، فأودعوه السجن. وهكاك رماو الحاج بالذياف في الحبس.
فيها الحقبة هذه الإيالة التونسية بعد السيف علقت منجل كما يقولوا. وينهم أيامات حمودة باشا اللي كان بقدره ووصلوا لمالي كانوا ما أدراك يتفاوضوا معاه باش يمضي معاهم معاهدة صداقة وما عادش القراصنة متاعوا يتعداوا على السفن متاعهم في البحر الأبيض المتوسط. محمود رجل أخته كان عقوبة الله وأولاده ما يعرفوا كان يقصوا الريوس، والماء من وقتها بدا يلعب تحت ساقيهم وهما ما على بالهمش اش قاعد يصير في مؤتمر هام جدا باش يقرر مصير تونس. لو كونغري دو فيان، مؤتمر فيينا اللي بدا 3 ايام بعد ما مات حمودة باشا نهار 18 سبتمبر 1814 وفى في 9 جوان 1815، تلمدوا فيه البلدان الأوروبية النافذة وتقرر فيه مصير جزء كبير من العالم. ومن غير ما نقولوا أنه النوايا الاستعمارية بدأت تاخذ في صبغة جدية والأطماع بدأت تكبر والمفاهمة هذه صارت ما بين الأمم القوية وعلى الطريقة اللي باش تتقسم بها البلدان متاع جنوب المتوسط. وبالطبيعة مستقبل الإيالة التونسية تحدد كيما مصير الجزائر اللي بدأ من وقتها التخطيط لاحتلالها. هذا الكل محمود اللي اعتلى الكرسي الحسيني هو وولاده ما همش لهنا، لا في بالهم بالنوايا الاستعمارية اللي مستهدفتهم ولا عرفوا يسيروا البلاد لا داخليا ولا خارجيا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه حمودة باشا في أياماته اللي كان سادد عليه باب بلا هو وزير صاحب الطابع، وكانت القرصنة تدخل مواد كبيرة للخزينة. ومؤتمر فيينا من جملة الأشياء اللي قررها هي إنهاء القرصنة. وبطبيعة الحال البلدان الأوروبية عولت على ضعف المملكات اللي تسترزق من الاستقطاع هذا وفرضت عليها فك الارتباط مع القراصنة وعدم حمايتهم، يعني القراصنة، وإلا تمويلهم. وبالتالي اقتصاد الإيالة التونسية اتقهقر وزاد عليه اللامبالاة متاع الحكام اللي واصلوا في الإسراف وفي إهدار الأموال المتأتية من الضرائب واللي هي تساهم في الثراء الفاحش متاع البيات والحاشية متاعهم ووجهاء القوم. فيها الحقبة هذه من حكم محمود النجم نقولوا أنه صار إنجاز هام واللي هو صار على يدين ولده حسين. هالإنجاز هذا يتمثل في أنه تونس ولا عندها علم، علم يميزها، وبالتحديد نهار 20 أكتوبر 1827 بعد انهزام الأسطول العثماني في معركة نبرة. في عهد حسين تم احتلال الجزائر من طرف القوات الفرنسية بقيادة الجنرال لوي أوغيوست دو بورمون عام 1830، والباي وولاده باقي ما همش لهنا، ما حسوش بالخطر. بالعكس تم قبول المقترح متاع الماريشال كلوزيل معوض بورمون باش يولي وقتها مصطفى خو حسين باي على قسنطينة وولده أحمد باي على وهران. لكن الشيء هذا ما حصلش على خاطر وزارة الخارجية متاع فرنسا اعتبرته تجاوز صلاحيات من طرف الجيش الفرنساوي. في تواصل الجلوس على كرسي الحكم بعد ما مات حسين باي شد في بلاستو مصطفى ودار لقمان على حالها. وهالباي هذا رغم اللي ما بقاش في الحكم عامين الفترة متاعه عرفت فتنة كبيرة مشى ضحيتها الوزير شكير صاحب الطابع اللي ما كانت ولات كبيرة برشا لدرجة أنه تولى قيادة المحلة متاع العسكر وكأن ولي عهد. والحكاية هذه ما عجبتش ولي العهد الحقاني أحمد اللي ولى يبات ويصبح في القشلة. يقول القايل علاش باش ما تهربش عليه الأمور. اشنو اللي صار؟
الوزير شاكير حب يجيب الأمير محمد ولد خو مصطفى باي في الصف متاعو بطبيعة الحال باش يبعد ولي العهد، وبظهره حكى مع واحد اسمه الشيخ محمد بن ملوكة واعطاه سره، والسيد هذا اطلع صباب من الرعي للأول وهزك الحديث بارد وسخون للباي اللي آمر بإلقاء القبض على شاكير صاحب الطابع وتم إعدامه. في تسلسل هالأحداث التاريخية فما مثل تونسي يقول النار تخلف الرماد، لكن لهنا الرماد باش يتقلب ويولي نار، لأنه أحمد باي ولد مصطفى ما طلعش البوه وما طلعش العم وحسين ولا العزيز ومحمود، حاول على الأقل أنه يحكم في ظروف صعيبة برشا، وكانت قدامه زوز مسائل مصيرية: علاقته بالباب العالي يعني بالسلطة العثمانية، وبفرنسا اللي كان ظاهر أنها بعد ما احتلت الجزائر اتحلت لها الشاهية وبدأت تمضي في سنيها على تونس. وفي خضم هذا الكل القناصل من فرانسيس وطاليان وأنجليز بداوا يتهافتوا على البلاد ويحتلوا في مواقع كبيرة ويستثمروا بطبيعة الحال في فقر الديالة والانحطاط متاعها. في هالظروف التاريخية هذه أحمد باي ما كان عنده كان حل واحد: يا أما يخليه يمشي على العظم، معناها يعبر على ولائه للباب العالي من غير ما يرجع تحت السيطرة، يعني يقعد مستقل بذاته، وهوك في نفس الوقت يتمتع برضاء السلطان العثماني. المسألة هذه صعبة لكن ماهيش مستحيلة، وفعلاً أحمد باي تمكن باش يفرض المعادلة هذه رغم اللي كان خايف من ردة فعل القسطنطينية بعد الشي اللي صار للقراملة في طرابلس اللي تم القضاء عليهم من طرف العسكر التركي ورجع الحكم مباشرة للعثمانيين. في هالحقبة هذه أحمد باي كان عايش مخاوف كبيرة، الأطماع متاع فرنسا كانت محيرته برشا، وهذاك علاش اجتهد وعمل الشي هذا باش يخلي لفرانسيس ديما يظنوا أنه علاقته بالباب العالي أكثر من باهية، وأنه الأتراك مستعدين باش يقفوا معاه في صورة أنه ولا مستهدف. لكن أحمد باي ما كانش ديبلوماسي بالقدا مع السلطان العثماني، بالعكس عام 1838 باش يأكد على استقلالية الإيالة التونسية رفض باش يدعم العثمانيين ماديا، لكن بقى خايف من ردة الفعل متاع السلطان محمود الثاني، وما تفرهدت أموره إلا مع السلطان عبد المجيد الأول اللي بعث له رسول واعطاه الأمان ومنح له ولاية تونس مدى الحياة مع إعفائه من أي دعم مادي للباب العالي. في الحقبة هذه يلزمكم تعرفوا أنه أحمد باي حكم 18 سنة في تونس من 10 أكتوبر 1837 إلى 30 ماي 1855، وقام ببرشا إصلاحات لأنه الإيالة من اللي مات حمودة باشا ما تدقش فيها مسمار كما يقولوا، اعتنى بالنخبة المثقفة على غرار خير الدين باشا الشيخ قبادو وابن أبي الذياف، وكون جيش نظامي ومدارس عسكرية وجاب المدرسين من إيطاليا وفرنسا. وأكبر إصلاح يبقى في التاريخ هو إلغاء الرق عام 1846 بعد ما منع جلب العبيد إلى تونس وبيعهم للخارج. ولهنا نشوفوا عدد السنوات اللي تم فيها اعتلاء العرش الحسيني من عثمان. عثمان باي كما تعرفوا حكمه ما دامش أكثر من 3 شهور وجمعة على خاطر طلته يد الغدر متاع ولد عمه محمود كما حكينا. محمد باي ولد حسين الثاني اللي هو ولد محمود ماهوش باش يطول زادة 4 سنين و4 شهور. اعتلى العرش نهار 30 ماي 1855 بعد وفاة المشير أحمد باي اللي جي ولد عمه مصطفى باي. فترة حكمه قصيرة
لكن غنية جدا بالأحداث، وباش تمثل نقطة تحول في تاريخ العرش الحسيني والبلاد بصفة عامة. وخلينا نقولوا أنه هو اللي خرج التبقى اللي باش تتمد عليه الإيالة للمستعمر الفرنساوي. Vive la République! Vive la France! في المرحلة هذه، يعني في نفس الفترة اللي سعد فيها محمد باي للحكم، إمبراطور فرنسا نابليون الثالث قرر باش يبعث أدهى وأخبث وأقدر الدبلوماسيين متاعو ليون روش، بعثه كقنصل في تونس. والمهمة متاعو كانت واضحة، التقرب من الباي أكثر ما يمكن، وعلاش لا ما يوليش من المستشارين متاعو وما يعين خيط في إبرة إلا ما يشاوروه، وهذا بالطبيعة في إطار التحذير لاحتلال البلاد. وكما قلنا لكم، فرنسا بعد ما استعمرت الجزائر في عام 1830 اتحلت لها الشاهية، ومش وحدها، لأن تونس في هكا الفترة ولات مرتع للقناصل، عاملين فيها اللي يحبوا، وكل يوم الإيالة تغرق في المشاكل الاقتصادية والفقر والفلس، وكل يوم ديونها عن أوروبا تكبر، وكل يوم المجاعات والأوبئة تزيد، وهما يتفرجوا فيها بعين الشامت، كما كالغلة اللي موجودة في الشجرة بعد ما تيب يستناوها تيح وياكلوها هناني بناني. وإذا القناصل ما رافوش على البلاد، البيات أكثر وأكثر زادوا نغمسوا في الثراء الفاحش، وكدسوا الفلوس والأملاك والمجوهرات ليهم والذويهم والمقربين منهم من حاشية وأعيان. في هالإطار هذا اللي كانت تعيش فيه البلاد، القنصل ليون روش قبل ما يجي تونس عمل استاج في الجزائر، وبوه كان من أول المعمرين اللي وطنوا فيها بعد ما احتلتها فرنسا. أعطاوه أرض كبيرة عام 1832، وهز ولده معاه على خاطر ما فلحش في القراية متاعو، لكن كان ذكي وخبيث الأبعد الحدود، اتعلم العربية فيسع، وزاد حفظ ما تيسر من القرآن والأحاديث النبوية. هاو كمعون صنعة مش محبة في الإسلام والمسلمين. ويلزمكم تعرفوا أنه ليون روش وصل مستشار الأمير عبد القادر الجزائري من 1836 إلى 1840. من بعد مشال طنجة في المغرب، واللي همنا لهنا أنه من عام 1855 العام 1863 باش يقع تكليفه كما ذكرنا بتحضير الأرضية للاحتلال الفرنسي، وباش يمشي من بعد سفير في اليابان. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة الجاية من كرسي الحكام. كرسي الحكام على EFM. كرسي الحكام، نص عماد بن حميدة، موسيقى محمد أمين مرابط.